ودجا لم ماركوس ينتظر المدرب الجديد للمنتخب الجزائري وخليفة سيكومبورتي خليفة سانغور كيف طويلا للشروع في عمله على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، فبعد معاينته للمنتخب في البرازيل وكذا معاينته منافسه الخضر تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا 2015 بالمغرب مثل مالي وأثيوبيا، وانتظار اللقاء الفاصل بين البنين ومالاوي يوم 18 جويلية المقبل. يرتقب لسدائي غوركيف قائم موسع تحسبا لمباراة أثيوبيا ومالي بسبب برمجتهما في أسبوع واحد بداية من شهر سبتمبر المقبل، على أن تكتمل التصفيات بعدها في نوفمبر. لعب اللقاءين في فترة وجيزة وغياب لقاءات ودية تدفع المدرب السابق لنادي ليوريون اعتمادا على قائمة موسعة للعب اللقاءين سيكونان حاسمين بالنسبة لبقية مشوار الخضر في تصفيات كأس إفريقيا. وينتظر أن يجدد الناخب الجديد الثقة في التركيبة التي شاركت في المونديال مع إمكانية إضافة لاعبين أو ثلاثة في القائمة من أجل التحضير الجيد لموعد التصفيات.